ذكريات شوطنا السادس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الأخوة مشاهدينا ومتابعينا الكرام، انطلق شوطنا السادس وشوطنا مخصص للقعدان اللقاية من ضمن الأشواط المفتوحة المسائية. نتابع وإياكم هذه الانطلاقة وهذا الاندفاع وهذا الانطلاق مع هذه الأشواط العملاقة، الأشواط المسائية والتحديات الكبيرة هنا بهذا المستوى ومستوى اللقاية، مستوى اللقاية أقوى مستوى هنا نتابع في هذه اللحظات، ونتابع هذا الشوط ومنطلق أيضا على المركز الأول وعلى المقدمة. هناك اللي بالمركز الأول اللي هو مخوف على المقدمة اللي هجم الشحانية والشبل جابر بن سالم بن فهران من يتابعه، ولكن أرم غادر بدأ يتسلل من الجانب الأيمن لهجن الشقب وأيضا سالم بن جابر بن جبران في المتابعة ومن يتابعه هنا مع مقدمة هذا الشوط. بينما المركز الثالث نتابع هياض لهجن الشحانية والمشاغب محمد بن خالد العطية على المركز الثالث في هذه اللحظات بهذا الأداء المتميز. بينما المركز الرابع نتابع هناك ايضا قريب لهجن الغرافة والمدهش سالم بن عامر المدهوشي في المتابعة. بينما ايضا على المركز الخامس ومن يصلنا على خامس المراكز شاهين لهجن الشحانية والمشاغب محمد بن خالد العطية في المتابعة، ولكن ينخطف في هذه اللحظات من البتار اللي ايضا سعادة الشيخ خليفة بن عبد العزيز بن جاسم الاحمد الثاني ويضمره ايضا عبيد بن علي بن عبيد السناري. هذه النتيجة للخمس المراكز الأولى. ونعود إلى المقدمة وإلى مغادر اللي يبي غادر هنا ونتابع أيضا بهذا الأداء المتميز مع هجن الشقب في مقدمة هذا الشوط وبقيادة بن جبران من قدم لنا شاهة في الفترة الصباحية وقدمها بعروضها الممتازة حينما انتزعت الشوط بكل قوة وجدارة، وها هو يقدم لنا مغادر في هذه اللحظات وبهذا الأداء المتميز على المركز الأول وعلى الصدارة. نتابع مغادر لهجن الشقب وبقيادة بن جبران سالم بن جابر بن جبران المري مع المركز الأول وفي المقدمة. بينما النقلة على المركز الثاني نتابع مخوف لهجن الشحانية والشبل جابر بن سالم بن فاران المري في المتابعة في هذه اللحظات. نتابع هنا مع المركز الثاني في هذه اللحظات والمركز الثالث من بدأ يتقدم في هذه اللحظات، يتقدم قريب لهجن الغرافة وبقيادة سالم بن عامر المدهوشي المركز الرابع. نتابع البتار لسعادة الشيخ خليفة بن عبد العزيز بن جاسم الأحمد الثاني ويضم عبيد بن علي بن عبيد السناري، ولكن ينخطف في هذه اللحظات مع شاهين لهجن الشحانية والمشاغب محمد بن خالد العطية. بينما أرى اسم قادم في هذه اللحظات وهو الندى لمتعب لهجن الشحانية والذهبي سالم بن فاران المري في المتابعة هنا في هذه اللحظات مع الخمس المراكز الأولى. وبنعود إلى مغادر، بنعود إلى مغادر اللي يبي غادر الجميع، يبي غادر إلى الناموس. الله على هذا الأداء المتميز مع مغادر لهجن الشقب على المركز الأول وعلى المقدمة. نتابع انطلاقته الجميلة. الله يا سلام بهذا الأداء، وركز يا بن جبران، يا سالم يا بن جبران في هذا الأداء المتميز مع مغادر على المركز الأول. بينما المركز الثاني مخوف لهجن الشحانية والشبل جابر بن سالم بن فهران المري. المركز الثالث شاهين هجن الشحانية والمشاغب محمد بن خالد العطية. المركز الرابع وصلكم متعب لهجن الشحانية والذهبي سالم بن فهران.
المباراه. المري المركز الخامس قريب لهجن الغرافه وسالم بن عامر المدهوشي، ولكن نعود الى مغادر. مغادر مغادر وين وصلنا؟ الى 1200 الناموس. هنا المقدمه مع مغادر. مغادر مغادر مغادر، الله يا سلام يا سلام يا هذا الاداء. هنا مغادر وهنا هجوم على مغادر في هذه اللحظات وقدوم. هنا نتابع الاداء، نتابع هنا التقدم من شاهين اللي بدا يتسلل لهجن الشحانيه والمشاق محمد بن خالد العطيه. متعب ايضا قادم في هذه اللحظات لهجن الشحانيه، والمتابع مع الذهبي سالم بن فهران. المري يا سلام يا سلام، الله على الثلاثيه، ثلاثيه قويه. ولكن الله شوفوا، ركز مع 700 متر الاخيره، ولكن متعب 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 متعب. الله يا هجن الشحانيه، الله يا هجن الشحانيه، بهذا الاداء المتميز، بهذا الانطلاق مع متعب. متعب الهجن الشحانيه، الله عليك يا بن فران يا الذهبي بهذا الاداء. تابع متعب يلي بتتابع، تابع العرض الممتاز، تابع هذا الانتقال المتميز في هذه اللحظات. نتابعه وهو ينتزع هذا الشوط السادس. يا سلام يا سلام يا متعب، سلام سلام سلام. والسيارة الثانية هنا على التوالي. نتابع متعب هنا في هذه اللحظات وبهذا الأداء المتميز لهجن الشحانية. سلام يا لدعم، سلام سلام لهجن الشحانية، والتحية أيضا للمضمر الذهبي سالم بن فهران. المري تهانينا والناموس على هذا الفوز وساعة الوصول المركز الثاني لهجن الشحانية، ومع المشاغب محمد بن خالد العطية المركز الثالث. نتابع مغادر لهجن الشقب وسالم بن جابر بن جبران في المتابعة. المركز الرابع نتابع قريب لهجن الغرافة والمدهش سالم بن عامر المدهوشي. المركز الخامس مخوف لهجن الشحانية والشبل جابر بن سالم بن فهران في المتابعة. تابعنا معكم هذا الشوط، وفي هذه اللحظات نتابع هذا الانطلاق واندفاع هذا الشوط، وهنا أيضا التحديات والمنافسة الأخيرة إلى خط النهاية مع الفوز والتحدي إلى خط النهاية. شاهدنا متعب اللي أتعب المشاركة، أيضا القعدان المشاركة هنا في هذا الانطلاق والاندفاع، تابعناه إلى خط النهاية. من قدم العروض الممتازة وهو يسجل الآن بهذا الناموس المستحق متعب لهجن الشحانية، وتوقيت الزمن 7:32 8 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لهجن الشحانية، والتهنية موصولة للذهبي سالم بن فهران المري بن وصل على المركز الثاني شاهين. توقيت الزمنين 7:36 وثلاث أجزاء من الثانية. تهانينا لهجن الشحانية، والتهنية موصولة للمشاغب محمد بن خالد العطية. المركز الثالث وصل مغادر، توقيت الزمن 7:41 8 أجزاء من الثانية. تهانينا لهجن الشقب، والتهنية موصولة لسالم بن جابر بن جبران المري.